اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بنجمه الكاراتيه نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر بنظريه العالم في الكاتا، بنرحب بنهى عزب. اهلا بيك يا نهى. اهلا بحضرتك، منورانا ومبروك. الله ينور حضرتك، الله يبارك في حضرتك. انا عايز اقول لك انه يعني دايما الحمد لله انت دايما بتكوني ضيفتنا، انت ويعني ورفيقه الكفاح معاكي طبعا اي هشام، والثالثه طبعا بتبقى اسماء مجدي. ما شاء الله انتوا بقالكم فتره مع بعض، عملتوا انجازات كويس. خليني اقول مولدكم انتوا الثلاثه مع بعض امتى؟ يعني خلينا نبتدي من البدايه خالص، انتوا الثلاثه ابتديتوا مع بعض ازاي؟ ابتديتوا امتى؟ والتشكيل ده اتكون ازاي؟ هو ابتدينا 2021، انا كنت ساعتها شابات، فاتصعدت للفريق الكبير يعني في الجماعي، بس طبعا كان في منافسات في الاول ان يعملوا تيم في الاخر، فقعدنا حبه في الاول علشان خلاص يقرروا ان ده التيم. بعدين في الاخر استقرينا خلاص ان ده التيم في 2021، واول يعني اول بطوله لعبناها مع بعض احنا الثلاثه كانت بريمير ليج القاهره 2021. كان ده كان الايفنت، اول ظهور ليكم انتوا الثلاثه مع بعض، انت وايه واسماء، وبداتوا الاول اللي هو البريمير ليج كان في القاهره. بعد كده كان في واحده في تركيا، فاكر التركيه دي اسماء ما كانتش معانا، اسماء ما كانتش معاكم. ليه غابت ليه، فاكره ساعتها؟ هو انا ساعتها انا اصلا ما كنتش مسافره، كان في بنت تانية برضو عندنا في الاهلي كانت هي اللي مسافره، بس اسماء حصل لها مشكله في السفر، في ورق السفر وكده، فانا كنت الاحتياطي بتاعه. فساعتها ايه ده سبحان الله، انت دخلت مكان اسماء اصلا؟ على طول. انا كنت حافظه التلات، في عندنا بونكاي كل واحد ليه دور، انا كنت حافظه التلات ادوار، بحيث ان هو لو حصل اي حاجه في اي وقت. صعبه عليكي دي؟ لا كانت صعبه اكيد، كنت سنك صغير. الله اكبر، 20 21 سنه. وانا كنت حاطه في دماغي ان انا عايزه ادخل، فكنت لازم تعملي كل اللي فيك، عامله كل حاجه بقى، حافظه التلاته، انا موجوده. انا موجوده. بس فلما غابت اسماء، الحمد لله، كنت انت اقرب واحده لاي واحده تغيب. حتى بعدها ايه حصل لها اصابه، فما عرفتش تسافر البرتغال، فرحت مكان ايه. كنا ساعتها هنطلع احنا الثلاثه البرتغال دي، بس آية إصابتها طبعا منعتها، فساعتها دخلت مكان آية. بس برافو عليك يا نهى بصراحة. يعني إن أنت حافظة الثلاث حركات أو الثلاث أدوار لكل لاعب بيعمل دور، أنت حافظاه عشان تلاقي لك مكان، واللي عايز ينجح لازم ده طريقه. ما يقولش لا طب أنا في الحتة دي ومش عارف إيه، لا، ما أعمل كل اللي في إيدي واللي مش في إيدي. هو انا بصراحه يعني انا مش عايز اسيب اوبشن، اللي هو انا عايزه اكون موجود او اعمل كل حاجه عشان ما احسش ان انا كان في حاجه كان ممكن اعملها وما عملتهاش. نهى انت كده في حياتك ولا في الرياضه بس؟ لا في حياتي. يعني حياتك كل حاجه بتبقى حريصه ويعني مركزه ان كل حاجه تقدري تعمليها، وما فيش حاجه تبقى يعني ترجعي تندمي تقولي يا ريتني ما كنتش. ما انا بالنسبه لي احساس الندم ده لوحده اوحش حاجه ممكن احسها. انت برج ايه؟ سرطان. يعني شهر كام فكريني كده؟ 7/7 انا مواليد. برج، بص يعني، بس عايز اقول لك انه ده طريق النجاح، واللي عايز ينجح في الرياضه او في اي حاجه لازم يكون ده تفكيره، ما يسيبش يعني ايه احتمال واحد مش ممكن يحصل فيبقى هو بره في اي في الاحتمالات دي. طيب انت دخلتي وانت اصغرهم سنا ولعبتي واثبتي نفسك، وبدا الثلاثي ده يبقى هو الاختيار بتاعه في كل بطوله تقريبا، اكيد المدربين الفنيين مروا عليكي، هل أجهزة فنية اتغيرت ولا هو جهاز فني وحيد اللي اختاركم انتوا الثلاثة مع بعض؟ لا، أو المجموعة دي؟ لا هو جهاز فني وحيد، بس احنا في الجماعة ما بيكونش لينا تصفيات، هي بتبقى أكتر رؤية الجهاز الفني والكابتن اختياره. ما هو اختيار، ما خلي بالك أصل اللعبة أصلا يعني تقديرية، حتى الحكام بيقدروا. بالظبط. فالمدرب تقديري، مش هي أصل مش واحد بيكسب التاني. طيب الجهاز الفني من أول ما بديتوا انتوا الثلاثة مع بعض وهو معاكم، صح؟ مين بقى في يعني مين الجهاز الفني لازم يعني نتكلم عنهم؟ هو يعني كان دكتور مراد. دكتور مراد عاصم. دكتور مراد عاصم طبعا. بس حاجه كويسه ان هو معاكي في الاهلي. ومعاكي كمان انت وايه في الاهلي ومعاكوا في المنتخب. اكيد هي كده كده المنتخب بيفصل تماما انت نادي ايه، و يعني ما بيكونش طبعاً فيه اي انتماءات اي تحيزات او كده خالص. وكان كابتن ابراهيم مجدي طبعا هو مدربنا. بس كان ساعتها كان كابتن ابراهيم بس اللي كان معانا، السنه دي بقى معانا كابتن حمدي. تمام. بيمرنا برده مع كابتن ابراهيم. لا ما سافرش. لا كابتن ابراهيم بس. كابتن ابراهيم اللي سافر. وشفت دكتور مراد في الصور معاك. لا هو كان معانا. دكتور مراد يعني. طيب يعني تدريبكم بيبقى شكله ايه؟ لان انتوا لازم يكون في هارموني مع بعض. تمرنوا كام ساعه؟ تمرنوا كام لاعبه؟
يعني مهم جدا برضو نعرف الناس بالكاتا. الكاتا مش التحام، انتوا بتتمرنوا، انتوا بتلعبوا، انتوا التلاتة بتعملوا حركات معينة، مدة المباراة بتاعتكم قد ايه؟ الوقت لو كاتا بس دقيقتين، دقيقتين ونص. تمام، انت في الجمل بتاعتك لازم تبقى في الدقيقتين دي تقول؟ لا مش لازم، مش لازم، لا مفيش تايم معين في الكاتا. في الكاتا لوحدها. في الفاينل بيبقى فيه كاتا وبونكاي، خمس دقايق اخرنا، لو عدينا نخسر. خمس دقايق ودي بتبقى متمرنين عليها بشكل كبير. طبعا. والنفس، ولو في حاجه غلط في التايم نبقى عاملين حسابنا برضو ونسرع. طب ايه الفرق بين الكاتا وبونكاي؟ بين ايه؟ اللي هي الفرق التاني، البنكاي ومش كده، مش البنكاي. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكاتا هو يعني حركات محفوظه عامه. البنكاي هو شرحها. البنكاي هو شرحها. البنكاي دي كلمه ياباني. ملوش ستاندرد. هو احنا اللي بنالفه عادي. طب دي حلوه، فيها ابداع اكتر، صح؟ الكاتا دي جمل محفوظه، صح؟ يعني انت بتعملي معروفه، يعني يعني انت بتنتقي منها لنسبك. انما البنقاي انت بتشرحي انت اخترتي دي ليه؟ لا بشرح بقى الحركات دي ايه، في كذا شرح ليها. كل منتخب بقى وبيبقى ليه شرحه، فده بيبين الفرق وال طب انتوا بتوع العالم دي لعبتوا الاثنين؟ كاتا في الفاينل، في الفاينل بس، في الفاينل بس هنلعب كاتا وبنقاي. قبليها الادوار اللي هي التمهيديه اللي في الاول كاتا بس. طيب تمرينكم شكله ايه بقى؟ تمريننا احنا بنتمرن عاده يعني يومين في ال... سوري بنتمرن تمرينتين في اليوم. تمرينتين وقتهم يعني امتى وامتى؟ مثلا الصبح وبالليل. الصبح بدري قوي ولا يعني؟ لا بدري، بدري في ميعاد البطوله. اللي هو بيبقى كام مثلا؟ 9 مثلا. لو بدري مثلا 6 تصحوا 6 تمرنوا؟ لو ميعاد البطوله 6 نصحى 6. بس احنا ميعاد البطوله عاده بيبقى من 9 من 8. فبتصحوا الصبح تاخدوا تمرينه 9. حلو. بتعسكروا فين؟ في المركز الاولمبي؟ في المركز الاولمبي. المركز الاولمبي بيبقى حلو كمان. طيب بتعسكروا بتمرنوا الصبح الساعه 9، ترجعوا تفطروا الاول ولا تفطروا قبل التمرين؟ لا نفطر قبل التمرين. قبل التمرين نفطر قبل التمرين ونتمرن، نخلص نتغدى مثلا، في يعني لو عايزين ننزل جيم او كده ننزل، لو تمرين بالليل فتنس فنتمرن بالليل فتنس. طبعا في الاخر ممكن نبقى محتاجين كاراتيه اكتر، فنتمرن كاراتيه. نزود بقى كاراتيه. فتنس والكاراتيه على حسب البطوله امتى وقت ايه بالظبط. ساعات بقى بيبقوا عايزين يحملوا الفتره دي فتنس، فبالتنسيق مع مدرب الكاتا ومدرب الفتنس كابتن احمد بياضه بينسقوا مع بعض هنعمل ايه الفتره الجايه والفتنس الجايه، هنشتغل فتنس ولا كاراتيه اكتر كده. طيب النهارده انتوا بتتمرنوا كام لاعيبه؟ الثلاثه بس اللي مسافرين ولا ممكن تبقوا 7 8 لاعيبه تمرنوا؟ هو احنا 2021 او زي ما قلت لحضرتك كان في منافسه في الاول على موضوع التشكيل الجماعي. تمام. في الاخر بقينا ثلاثه بس. طب المعسكر الاخراني بتاع بطوله العالم اللي كان المعسكر الاخراني احنا لغايه الاخر قبل البطوله كده بشهر او حاجه في تيم تاني صغيرين طالع. كام سنه؟ شباب. شابات. شابات. زي ما انت طلعت. شباب. وفي منافسه. ايوه بالظبط. فالمنافسه وموجودين وكانوا بيسافروا معانا البطولات يلعبوا برده وبيحتكوا وبيكونوا معانا. ثلاثه برده. ثلاثة لا وفي اكتر، في كمان. فانتوا كنتوا بتمرنوا مثلا 7 8 لاعبات ولا مش كده، صح؟ وبتشكلوا مع بعض ولا في التمرين بيبقى ثابت التشكيل؟ لا ثابت يعني احنا وهم. عشان طبعا بقى احنا كلنا بقى يعني بنشتغل مع بعض وروحنا بتعلى، بناخد بقى من روحهم وما ياخدوا من روحنا. بس برضو يعني الموضوع في منافسه جامده جدا، خاصه اكيد. يعني ان هو تقديري. هو كان في منافسه برضو. طبعا تقديري. يعني ايه؟ يعني انت في الكاتا انا بكسبك نقط، انما في الكوميتي دي عين حكم. لا العكس. في الكاتا. أيوة. الكاتا هي 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 يعني تقدير حكم. انما الكوميتي انت بتضرب ونقط. نقط. فانت مش يعني مش هتتخدع عين الحكم، نادر لما تتخدع يعني. ولكن برضو نرجع ونقول ان الفتنس مطلوب عندكم في ايه؟ يعني انتوا مثلا مش زي لعيبه الكوره مثلا او لعيبه الباسكت بتجروا رايحين جايين. ايه عناصر الفتنس اللي انتوا محتاجينها؟ ما انا برضو عايز افهم والساده المشاهدين. انت بتقولي ان احنا بنتمرن فتنس، ايه الفتنس اللي بيحتاجه لعيب الكاراتيه؟ قوه انفجاريه طبعا. توازن. صح. توازن. احنا الهزه تضيع ماتش بالظبط. ما فيهاش اوبشن دي خالص. صحيح. طبعا فلكسبيليتي وموباليتي دي مهمه جدا، عشان احنا عضلتنا دايما قفشه، عضلتنا دايما تايد، عضلتنا دايما مش بيلعب القتال اصلا، ودايما من نقل الحركه للحركه الثانيه في انقباض، فك انقباض على طول بالظبط. ففي برضو تايمنج لان انت تفك وتربط على طول جسمك كله مره واحده، فالتمارين لا كتير كتير. طب انتوا بتحتاجوا جري مثلا؟ بتجروا في تراك؟ ما بتحتاجوش جري؟
لا هو ده نفس مش محتاجين نفس. لا لا ده احنا بنعمله احنا بنجري كتسخين كتسخين عشان جسمك يعرق. بس لكن لو عايزين نفس ده نحتاج ان احنا نكرر كده كتير نفس الكده. بدل ما تعمل مثلا جمل دقيقتين اعملها خمسه. يعني انا لو جريت بقى في التراك بقى قد كده ده مش هيفيدني في نفس الكاتا نفسه، انا محتاجه اعيد الكاتا طب كتير. طب عندكم يعني ويت بروجرام؟ هل بيبقى فيه وزن برنامج اوزان بتلعبوا اوزان طبعا. حديد جيم اوزان اوزان مع الكابتن هو هو بيظبط. يعني بتخشوا الجيم بتحتاجوا كلاعيبه كاراتيه بتحتاج الاوزان بنشيل وال... لا بنشيل يعني ابر بودي ولور بودي الشغل اللي احنا بنشتغله ده. طيب وده بالاضافه طبعا للكول انفجارين اللي بتقولي عليه طبعا، لان انت بتعمل حركات لازم تبقى سريعه. ولازم مهم قوي الكور نشتغل كور عليه، طب بطن وظهر ده اهم حاجه طبعا، ما هو ده كل لعبه الكور. المركز الثقل بتاعي هو اللي هيحركني دايما، فشغلنا بيبقى على جسمنا كله. ايه اللي خلاك تختار الكاراتيه نوع؟ هو انا بنت عمتي كانت بتلعب بنت عمتك واختي ماشي يعني حد في العيله تمام واختي برضو، فانا كنت اكبر ولا صغيره اصغر؟ اختك اكيد اكبر اكبر بكتير. هي مواليد 97، اكبر مني بسبع سنين. تمام. وبنت عمتي اكبر منها، فاحنا بقى كنت انا بقعد اتفرج وبتاع واقعد اقلد وابقى عايزه اقلد ويتفرجوا عليا. وبعدين دخلت تاسيس بقى في نادي الاهلي مع كابتن ماهر حمزه. يعني انت بدايتك على طول اهلي؟ ما عملتش حته تانيه؟ لا اهلي. ممتاز. وكانت بنت عمتك برضه بتلعب في الاهلي؟ واختي برضه. بدات سن قد ايه؟ اربع سنين. ده انت خالص صغيره خالص. طيب بدات اربع سنين، رحت على طول على الكاتا ولا لعبت شويه كوميتيه وبعد كده لا كاتا. كاتا على طول. طب اختاروكي كده يمكن مثلا عشان حاجات جسمانيه، يعني الكوميتيه بيحتاجوا برضو اجسام يعني او بيبقى شكل طول شويه. طول لازم. انا لا هي بنت عمتي اختي كانوا كاتا، فانا دخلت كاتا على طول. وانا برضو شويه جسمي صغير مناسب للكاتا اكتر. طيب بدات مع الكاتا وقعدت اتدرجت لغايه ما وصلت لمنتخب مصر الله اكبر. طيب نروح بقى لبطوله العالم الاخيره اللي هي الاهم يعني، معلش احنا اتكلمنا بشكل عام كده عشان الساده المشاهدين يكونوا معانا، بس هنخش بقى البطوله دي، بطوله بودابست اللي اتلعبت شهر 10 اللي فات. كلميني على الاعداد ليها، بدات ازاي؟ امتى؟ قعدتوا قد ايه مع عسكريين؟ سافرتوا امتى؟ الماتشات اللي لعبتوها؟ كلميني بقى، احكي كده المايك معاكي بقى، كلميني على البطوله. ماشي. احنا طبعا قاعدين قبليها معسكر مغلق ما بنطلعش خالص، عمالين بنركز على اخر اللمسات الاخيره علشان. من امتى بدا المعسكر المغلق؟ المعسكر المغلق هو احنا كده كده في معسكر على طول. طول السنه؟ طول أصلا. السنه؟ لا طول السنه ما فيهاش. يعني مش اللي هو يلا نبدا. يعني مفيش حاجه، احنا بادئين على طول. لا بادئين، بنبدا عاده المنتخب من شهر واحد. تمام. طبعا في الاخر بيبقى التكثيف اكتر في حته ان المعسكر بدل ما يبقى مثلا احنا بناخده خمس ايام او اربع ايام يبقى 10 ايام اسبوع. المعسكر مفتوح ولا مغلق؟ يعني قاعدين في المركز الاولمبي ولا بتروحوا بتيجوا؟ لا مغلق. مغلق قاعدين الفتره كلها طول السنه؟ لا مش طول السنه. بتيجوا في الاول بيكون في مفتوح بقى يعني بيبقى حد عنده التزامات مثلا مذاكره دروس بيروح ويجي. بنروح ونيجي بس ما فيش اوبشن ان احنا نغيب عن التمرين. تمام. ممكن نروح ونيجي بس في الاخر بقى اقفل، لازم نقفل. اولا القعاد مع بعض في الاوض ده بيفرق جامد في ان احنا نقرب اكتر كروح ده بيفرق طبعا. صحيح. فلازم يحصل ده. طيب كملي بقى، عملنا معسكر. عملنا معسكر وبعدين سافرنا قبل البطوله يعني بكتير بخمس ست ايام بودابست. طب ليه سافرتوا بدري ليه؟ ايه الحكمه؟ تحتكوا مع حد ولا تاخدوا جو؟ لا ناخد الجو ونتمرن و سافرتوا انتوا الثلاثه؟ بنروح بنروح بدري. بلغوكي امتى قبل السفر بكام يوم ان انت خلاص ادونت التشكيل النهائي؟ بيبلغوكوا ازاي؟ لا هو احنا اوريدي احنا متشكلين خلاص، انتوا الثلاثه اللي بتتمرنوا بس. تمام. بس فخلاص احنا سافرنا بنتمرن كل يوم بقى، يعني احنا خلاص وصلنا يوم السفر نريح عشان تعب السفر وكده، وكان ترانزيت وكده. بس انتوا قريبه يعني، بس نزلتوا ترانزيت. كان ترانزيت. تمام. فخلاص خلصنا، تاني يوم اتمرنا. طبعا كان في صاله هناك وده بيفرق طبعا عن انك ما يكونش في مكان تتمرن فيه. في صاله تتمرن؟ في صاله نتمرن فيها. هو انت ممكن تروح ما تلاقيش مكان تتمرن؟ في بطولات كده اوقات. تتمرنوا في الاوتيل بقى؟ بنتصرف. بس عاده في بطولات العالم بيكونوا مهتمين قوي بان يكون في صاله. محتاج برضه، محتاج تشوفه اكيد. نروح نتمرن كل يوم. الاكل طبعا كتغذيه احنا لازم، مفيش فاست فود من بره، لازم نقعد نخزن كاربس وبروتين لغايه البطوله.
آية طبعا لعبت أول يوم، أول إيفنت كان فردي، بعدين ريحنا يوم، بعدين لعبنا جماعي. أي عملتي بالفردي؟ الحمد لله هي وصلت للدور الثالث بس يعني ما توفقتش. طب كويس، اخدت يوم راحه وايه دخلت معاكوا واكتملتوا لعبتوا الجماعي. كام يوم كان الماتشات؟ يومين، يوم اللي هو الادوار التمهيديه ويوم ال فاكره في التمهيدي لعبتوا مين؟ في التمهيدي لعبتوا مين؟ كان معانا يابان والمغرب والمانيا ومش فاكره قوي الباقي، بس دول كانوا الناس اللي كانت داخله معانا. يعني اتأهل كام فرقه من عندكم فاكره في التمهيدي؟ مين كان فريق اتأهل؟ انتوا مين؟ كنا مصر يعني اول دور، بعدين اتأهلنا لتاني دور، كنا المانيا واحنا والمغرب ويابان، في ثلاثه تانيين انا مش فاكراهم بصراحه. بعدين الدور التاني هياخدوا ثلاثه بس. الاول هيلعب فاينل، الاول اللي هو كان اليابان. اليابان طبعا وش يعني التاني التاني والتالت هيلعبوا على برونز، احنا كنا التاني وراهم على طول بعد اليابان. خسرنا من اليابان فرق كتير ولا مش فاكره؟ ولا ما هي مش خساره، هي تقييم يعني. هو لا، هو كان هو عاده اليابان بسبب العالم بتاعها وان هم كانوا اول عالم السنه اللي فاتت بيكونوا واخدين نص الدرجه اصلا قبل ما ينزلوا. الله. يعني عشان انت عشان تهز بقى عرش فرقه كبيره او منتخب خد بطوله عالم بيبقى صعب، لانه هو جاي خصوصا في الكاتا. الكاتا عشان تطلع ببطل فيها محتاج سنين عشان تقنع لجنه الحكام سنين كويس. عشان هم في اربعه مسيطرين فوق خلاص. مين بقى اللي هم؟ اليابان في الجماعي. دلوقتي احنا الحمد لله من 2021 دي تاني مره نجيب الميداليه البرونزيه، يعني حافظنا عليها الحمد لله. كان طبعا هدفنا ان احنا نوصل فاينل، بس الحمد لله ان شاء جداً. الله لا اللي لا جاي. وخلي بالك بالبطوله في مصر 2025 بالظبط. لا بس احنا الجماعي هيبقى السنه الجايه. ايه ده؟ بطوله العالم الجماعي 2024؟ يعني طب 2025 هتلاقي ايه؟ فردي بس، هو كان فردي مع جماعي. طب ما ده حلو، ده مصلحه القانون الدولي. ده كويس جدا. يعني انتوا السنه الجايه 2024 في اسبانيا. في اسبانيا مش في مصر؟ لا في اسبانيا. اللي يعني في مصر دي هتبقى الفردي ان شاء الله. بس انت اسبانيا انتوا لعبتوا في حاجه في البرتغال بتهيألي صح؟ كانت بريمير ليج. وشها حلو عليكم يعني المنطقه دي اللي هو يعني اسبانيا من الحته دي وشها حلو عليكم ان شاء الله. واسبانيا لعبنا فيها قبل كده وجبنا اول برضه سيريس. شبات إيه؟ ولا جماعي كبير. كبار كبار بس. الاربعه من 2021 اليابان اسبانيا ايطاليا مصر. ثمانيه اليابان اسبانيا ايطاليا مصر. مصر احنا الاربعه من 2021 2023 نفس الاربعه. ايوه بس ايطاليا بقت تاني واسبانيا بقت تالت بس. احنا ان شاء الله يعني باذنك يا رب يعني نجيب دول ان شاء الله باذن يعني. الله يا رب. طيب السن بيفرق في الكاتا؟ يعني اللاعب لما يكون كبير في السن او مثلا يعني يلعب لغايه كام في العادي؟ بره ولا في مصر؟ قولي لي كده. وده بره في لغايه اربعينات بيلعبوا، يعني داخلين في الاربعين وبيلعبوا. طب مصر ايه بقى المشكله؟ مصر شويه عشان يعني الظروف يعني اخرهم 30 بعد واحد في اوائل الثلاثينات عشان الشغل والعمل وكده وبتاع. عشان الظروف المحيطه. انما فيزيكال انت تقدر تلعب لغايه 40. طبعا اكيد يعني لازم مجهود اكبر عشان تحافظ على المستوى اللي انت فيه. بس في ناس بتعمل كده يعني اصلا اللي بره مش ما ظهروش غير هم في الثلاثينات. صحيح يعني. وكمان اللعبه مش محتاجه يعني مش محتاجه يعني محتاجه عناصر معينه في الفتنس، مش يعني بتبقى بتفضل موجوده حتى في سن كبير يعني. الاستابيليتي الطاقه الانفجاريه اساس، هو كله اساس. اساس تقدر تلعب بيها بالظبط. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونكمل كلامنا عن الكاتا وحصول مصر على الميداليه البرونزيه بعد ما فزنا على تركيا في الثالث والرابع في بطوله العالم الاخيره بودابست مع نهى عزب نجمه النادي الاهلي في الكاراتيه ومنتخب مصر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نهى عزب نجمه النادي الاهلي في الكاراتيه ونجمة منتخب مصر أيضا، واللي شاركت مع منتخب مصر للكاتا في مشاركة طبعا آية هشام وأسماء مجدي الثلاثي اللي قدر ياخد ميدالية برونزية في بطولة العالم اللي اتلعبت في بودابست عاصمة المجرية في الفترة اللي هي من 23 ل 30/10 اللي فات. الحقيقة الثلاثي ده نجح بشكل كبير إنه يوصل لمنتخب مصر للمربع الذهبي في بطولات عالم متوالية، وأصبحنا من الأربعة الكبار بعد غياب فترات طويلة، فده أكيد إنجاز كبير، خاصة إن كانت لعبة استعراضية وتقديرية لنظرة الحكم، فبيكون صعب جدا إن أنت تقدر تثبت وجودك فيها مع الفرق الكبيرة. يمكن نهى كان التات والرابع مع تركيا وكانت مباراة أكيد صعبة، خلصت إزاي؟ فرق كان السكور قد إيه؟ يعني كلمينا عن المباراة دي أكتر.
كان فرق درجة كتير. درجة ده كتير جدا، ده يعني تقريبا الحكام كلها مكسبانة. يعني اللي مكسبانة؟ كل الحكام هما بيبقوا سبعة تقريبا. كل الحكام مكسب، كل واحد 2 من 10، 2 2 2، فتقريبا كل الحكام مكسبانة. سبع حكام كل حكم معاه 2 من 10، يعني 1.4 النتيجة بتبقى تقريباً. او التوتال يعني سكور 1.4، صح؟ ما هو كل واحد 2 من 10. لا احنا عاليين فارقين عنهم يعني كل واحد، يعني كل واحد من الحكام. الحكم بيدي درجته من كام؟ يعني من 10 ولا من كام، ولا بيدي تقدير يعني ما تعرفوش؟ لا هو الاخر بس ما حدش بيوصل له من 50. ما انا قصدي اقول كده، ما حدش بيوصل له. بيدوكم يعني الدرجه بتاعت الحكم لوحده 50 ولا توتال 50 هم؟ لا 50 درجه. طيب يعني بيبقى ما حدش يوصل له طبعا، لان كمان اللي لوحده هم ما بيدوهاش اصلا لحد. احنا كنا جايبين تقريبا 44 و7 وهم 43 و7، فرق نقطة. 43 و7 و43 6 حاجة. طب اليابان بتجيب كام؟ اليابان بتقفل بتجيب حاجة و50. لا 47. يعني هو الدرجة الكبيرة 50، اليابان بتجيب 63. 47 كده. 47 بيخش بيقربوا يلمسوا في نهاية العداد يعني. بس طب يعني احنا نقدر، أصل خلي بالك يعني احنا حتى في المنافسات مع اليابان احنا بنقدر ننافس معاهم يعني. ما مش بعيد عنا، وهم بيجوا يعملوا عندنا معسكرات واحنا بنعمل معاهم معسكرات. لا احنا قريبين جدا من اليابان. طبعا يعني في اوقات كتيره بنكسبهم، حتى في الكوميتيه على فكره. في الكوميتيه اكتر كمان يعني، احنا اطول واعرض. طيب خلينا نتكلم شويه عن الناحيه الاسريه والجامعه والقصه دي، لان ده الجزء الخفي من حياه الرياضي او اللاعب. ودايما احنا بنقول ان الرياضي بيتفوق او بيبقى السل الاساسي او الخليه الاساسيه اللي بتخليه يتالق هي اسرته. أكيد. كلميني على اسرتك. انت يعني عندك كم اخ وكم اخت؟ عندي اخت واخ. الاثنين اكبر منك؟ انت الصغيره. طيب بابا وماما لعبوا رياضه قبل كده؟ بابا كان بيلعب كوره. كوره في، فاكره فين ولا؟ لا مش فاكره بصراحه. مش فاكره بس كان بيلعب كوره. اخويا كان بيلعب برضو كوره. نادي الشمس والمقاولين. وكده، بس هو اتجه بقى ناحيه الشغل والدراسه. الشغل والكارير بقى لحياته. طيب واختي كانت بتلعب كاراتيه. وكانت بتلعب بس بطلت برضه. لا خلاص يعني دي. طب انتوا كعيله بقى رياضيين، في رياضيين في العيله تاني غيرك متفوقين كده؟ بنت عمتي برضو كانت تلعب كاراتيه. وصلت انت وصلتي له؟ كانت في المنتخب. بس يعني ربنا يعني ما وفقهاش ان هي تستمر وكده وتطلع بطوله عالم. او بتدرسي ايه يا نهى؟ حقوق انجلش. يا ساتر صعب قوي. حقوق وانجلش، الحقوق لوحده صعبه. يعني الحقوق لوحده كده يعني كدراسه صعبة. مصطلحاتها القانونية صعبة، وكلمة توديك وكلمة تجيبك، وامتحاناتها صعبة جدا، وقوانين المواد ومواد مدني بقى وجنائي كله، شريعة وكله كله بالانجليزي كمان. لا الشريعة بالعربي يعني. طيب. لا ما عادي، ما تاخدوا الشريعة بالانجليزي كمان عشان تصعبوها على نفسكم اكتر. طيب يعني انت حتى في الدراسة بتدرسي يعني دراسة يعني كلية صعبة، كلية كبيرة يعني. بوليتيكال سيستمز، الأنظمة السياسية بالإنجلش. طيب فموضوع خلينا نعمل مداخلة مهمة، ويعني كنا في سيرته من يعني في بداية الحلقة. وطيب يعني نهى قولي ألو كده. ألو. يا أهلا. نهى ضحكت. أهي مين يا نهى؟ كابتن إبراهيم. كابتن إبراهيم، ده أنت قلت أهلا بس عرفتك. ما تعرفش صوتي شوية. لا ده صوتي شويه لان انا عندي برد. الف سلام عليك يا جماعه. اعمل المداخله دي مع حضرتك طبعا قناه الاهلي. الف سلام عليك. من ابناء الاهلي طبعا. بجد؟ يعني انت لعبت في نادي الاهلي يا كابتن؟ انا لعبت 25 سنه بتوعي في الاهلي. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. والحمد لله جبنا شويه ميداليات في بطولات عالم يعني وكده، فيعني شويه ميداليات. شويه ميداليات في بطولات عالم، الله اكبر. الله اكبر. يعني بنتكلم كمان مع بطل كبير عالمي طبعا الكابتن ابراهيم مجدي، مدير فني المنتخب وطبعا مدرب نهى في المنتخب، وهو كان معاهم بطوله العالم اللي فاتت. كابتن كلمنا عن بطوله العالم، وهل انت كنت مسافر متوقع الانجاز ده او المركز ده، ولا كنت رايح وبتقول يعني على الله ان احنا نجيب احسن ممكن، احسن من احسن حاجه نقدر نجيبها؟ والله بص يعني هو كده كده على الله طبعا، ولكن احنا كان يعني الثلاث بنات دول كانوا في 2021 عملوا انجاز اوريدي في انجاز يعتبر كبير جدا بعد سنين صعبه شويه في الكاتا. جابوا ميداليه برونز في بطوله دبي في بطوله العالم، فكان طبيعي جدا ان احنا نحاول نحافظ على الانجاز ده ونحسنه يعني. نعم. فالحمد لله هم كانوا قد المسؤوليه. مش هقول لك ان الموضوع كان سهل خالص، لان الكاتا حضرتك الموضوع صعبه جدا 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 يعني.
كان عليهم ضغط رهيب رهيب، مش هخبي عليك يعني كمية ضغط رهيبة، بالذات يعني مش عشان نهى قاعدة مع حضرتك، لا هو الضغط كان على نهى كبير جدا لأن هي سنها صغير جدا، صحيح. لعبت على ناس أكبر منها في التيم، تم اختيارها على ناس أكبر منها في التيم، فطبعا مش يعني أكيد حضرتك فاهم الدنيا طبعا ماشية طبعا إزاي، طبعا فبيبقى في شوية حاجات نيجاتيف كده في الموضوع، ولكن بصراحة الثلاث بنات كانوا قد المسؤولية، والبطولة كانت أصعب من 2021، ولكن هم بصراحة كانوا قد المسؤولية وأدوا وخدوا المركز الثالث يعني عن جدار. طب طب كابتن، المنتخبات التانية اتغيرت يعني اليابان مثلا، إيطاليا، أسبانيا، المنتخبات دي أكيد حضرتك متابعها لأنه أنت اتغيروا ولا هم نفس التشكيل؟ والله بص، اليابان نفس التشكيل، إيطاليا اتغيرت، أسبانيا اتغيرت، كان في منتخبات اتحسنت كتير يعني زي تركيا، تركيا اتحسنت كتير جدا، المغرب اتحسنت كتير جدا، كان معانا حتى في المجموعة بتاعتنا في الأول كان الموضوع حساس شوية لأن إحنا كان معانا المغرب وكان لعبنا المغرب قبلها بشهر بطولة أفريقيا على أرضهم، نعم، فربنا ما وفقناش طبعا ساعتها، فكان الموضوع صعب جدا إن إحنا نلعبهم تاني في بطولة العالم بس المرة دي على أرض محايدة، والحمد لله كسبنا بفرق يعني، ويعني كسبنا بفرق في دور وتعادلنا معاهم في دور تاني بس كسبنا في التوتال يعني، فكان الموضوع لا في منتخبات كتير اتحسنت، مستوى البطولة اتحسن، المنتخبات حتى اللي هم إيطاليا ولا إسبانيا دول غيروا من نفسهم، غيروا في لعيبة ولكن للأحسن. طب كابتن، يعني أنت طب الفترة اللي جاية يعني فنيا بقى أنتوا ناويين على إيه؟ عندنا في بطولة عالم انا عرفت منها ان شاء الله السنة اللي جاية في اسبانيا، يعني هتعمل ايه؟ ماشي ازاي؟ بتخطط ازاي؟ رؤيتك الفنية الفترة الجاية للمنتخب ايه؟ والله بص، هو اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا نبدا ان شاء الله نخرج من فكرة ان الكتب مش هتجيب الا برونز يعني، صح. انا الصراحة التارجت بتاعي ان السنة الجاية ان شاء الله مع البنات دي ان احنا نوصل للفاينل، لان اتس تايم بقى، مش كل شويه هنلعب، طبعا هو انجاز طبعا طبعا بس الطموح، مشروع بالظبط. بالظبط ليه ما نطمعش ونوصل، على فاينل وننافس ان شاء الله، فده البلان بتاعتنا الفتره الجايه ان شاء الله، ويعني هي سنه ونعمل اللي علينا فيها ان شاء الله ونحسن من نفسنا، وعندنا حاجات كتير قوي يعني، دي من بطوله العالم دي مستوى كويس وكل حاجه، ولكن في مشاكل طبعا لسه هنعالجها ونوصل ان شاء الله نهائي كاي ان شاء الله. مستمر في المعسكر يا كابتن زي ما انت زمانها قالت لنا ان انتوا على طول معسكرين بشكل دائم طول السنه، ولا هتفك شويه بعد البطوله وترجع تتجمع؟ بص، التيم ده بقاله 3 سنين معسكر، بس طبعا بعد بطوله العالم احنا يعني بنفك شويه. كان يعني لضمنا كان سيزون اللي فاتوا في بعض، لان كان بيبقى عندنا بطوله في شهر واحد، ساعات كان بيبقى في افريقيا في شهر 12، فما كانش بينفع ان احنا نريح خالص، فاللعيبه اللي قدامك دي مستهلكين تماما يعني. واضح واضح من اللي بتقوله يا كابتن. مستهلكين. لا لا واضح من اللي بتقوله، فبس احنا ما عندناش حاجه في 12 ولا واحد. لا لا ما عندناش حاجه في 12 واحد، هم عندهم بقى بطوله الجمهوريه طبعا، ربنا مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي بالظبط، بس يعني مش هخبي عليك طبعا بطوله الجمهوريه بيبقى اللود فيها اقل شويه، اللعيبه بتتنفس شويه، ولكن هم يعني زي ما بقول لحضرتك نوها قدامك، انا متاكد ان هي نزلت التمارين خلاص. ما بتقول لنا، بتقول انا يعني كانت بتتكلم معانا قبل الهوا، بس احنا مش هنخرجها من الاستوديو يا كابتن، اديها راحه يعني اجباريه كده، هتقعد معانا في الاستوديو وقت الحلقه اللي جايه ان شاء الله، يعني هنحاول نريحها على قد المستطاع. طب كابتن، يعني وجود دكتور مراد عاصم مع المنتخب، يعني احنا شفنا في الصور وشفنا وجوده، وهو طبعا الاب الروحي للكاراتيه في النادي الاهلي، يعني وجوده في المنتخب يمثل لكم اضافه يا كابتن؟ طبعا. بص حضرتك، يعني انا دكتور مراد عاصم يعني انا تقريبا شفته وانا عندي 5 سنين، فدكتور مراد عاصم احنا هنقعد نتعلم منه كلنا لعيبه ومدربين يعني، انا هو ما بيتعاملش معايا ان انا مدرب برضه، اي مش عشان انا كنت في النادي الاهلي يعني، اي حد هو بيتعامل معاك ابنه، فدكتور مراد بنتعلم منه على المستوى الشخصي، مستوى الحياه، مستوى التمارين، مستوى الاداره يعني، مش بقول كده عشان انا على قناه الاهلي، ولكن دكتور مراد انا ما شفتش حد عنده فكر اداري زيه بصراحه. صحيح. يعني الموضوع مرعب بصراحه. صحيح. يعني فهو لا هو يعني احنا كلنا بنستفيد منه، بيتعامل في المشاكل بطريقه برضو كويسه جدا، فهو عامل لنا سبورت كويس جدا وسط الضغوطات اللي احنا
بنعاني منها يعني في الوسط. كابتن ابراهيم مجدي مدير فني منتخب مصر للكاتا في الكاراتيه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتنا يا كابتن الحقيقه. يعني كابتن ابراهيم مجدي لاعب كبير، انا اول مره اعرف كمان انه لاعب كبير. لا وكمان يعني حقق بيقول شويه ميداليات في بطوله عالم كده، الله اكبر. يعني فالكاراتيه في النادي الاهلي الحقيقه، وابن النادي الاهلي، فالكاراتيه في النادي الاهلي يعني داعم كبير اكيد لمنتخب مصر. طب خلينا اتكلم عن النادي الاهلي واتكلم عن بطوله الجمهوريه. فاكيد انت بتلعبي انت وايه، صح كده؟ ومعاكوا تالت بس فردي، بنلعب فردي. تلعبوا فردي؟ مفيش جماعه في النادي الاهلي؟ لا، من لما بنبدا نطلع بقى انسات وكده ما بيكونش فيه تيمز. ما فيش تيمز؟ لا، يعني انت بتلعبي فردي في النادي الاهلي؟ بنلعب دوري بقى. دوري؟ ما انا بتكلم دوري. دوري. طب دوري مين التالت بتاعكم؟ ولا مش ثابت؟ هو احنا المفروض يعني كل سنه بيكون في اختيار للدوري. تمام. دكتور مراد بيجمعنا وبيختار يعني رؤيته زي اي لعبه، زي الاسكواش، زي التنس. طيب يعني بيتهيألي وجودك في المنتخب انت وايه اكيد انتوا افضل اثنين، وده طبيعي يعني احنا بنتكلم باللوجيك. فهيبقى في ثالث معاكم، ده بيبقى التشكيل ولا ممكن يتغير؟ ممكن حد منكم ما يشاركش؟ لا عادي، ممكن حد يعني حد يرجع ويحطوا حد مكانه. يعني لا لا عادي عادي، يعني مش شرط انتوا تبقوا احنا مشتين. في الدوري بنلعب كتير واسبوعين يعني مش يوم. لا لا مش يوم. فانت بتغير؟ طيب ما هو كده بقى كده اسبوعين وكده. بس لو في ماتشات جامده كابتن او بيبقى دكتور مراد عاصم، تشكيل بيبقى تشكيل معاه بتنزلوا تخلصوا بيه. ده وضع طبيعي، ما هو الروتيشن هيتعمل كله مع كل اي رياضه. بس هتيجي وقت الجد، فين الرجاله اللي بنكسب اهو؟ ده وضع طبيعي، وضع طبيعي. طيب نرجع بقى للدراسه. طب اخترتي ليه حقوق انجليش؟ والله انا يعني انا في حته الدراسه دي انا كنت طول السنه يعني انا ثانويه عامه بتاعتي كانت في 2021 اللي هي بطوله العالم اللي فاتت. لا بطوله العالم، بطوله العالم اللي فاتت. فبعد ما خلصنا بطوله العالم المفروض بقى اركز وكده، بس كان في بقى بعديها بطوله ورا بطوله، فكنت بحاول اجمع على قد ما اقدر اللي ممكن اقدر اجمعه يعني. بس حقوق انجلش بتاخد درجه عاليه، بتاخد مجموع عالي برضه. ايوه ايوه بس الحمد لله يعني طبعا ده كله بسبب ربنا والله، ان هو وقف معايا نعم بالله والدنيا بالله. يعني اتسهلت معايا وطبعا اهلي. بس انت وانت انت كنت عايزه الكليه دي؟ يعني عايزه حاجه بالانجلش مثلا. انت قلت لي ان اختك بتدرس ألسن. وانا ما كانش ليا هدف رئيسي في الدراسه، انا عايزه اخش حاجه كويسه. بس ايه لما ربنا بس انا مش هتضايق يعني. انا بالنسبه لي انا هعمل كل اللي عليا، واللي هيجي لي ده ربنا كاتبه لي، فخلاص المبدا واحد. زي ما بتعملي في الرياضه برضو، كل حاجه لكل اللي في ايدك. وبصراحه لما دخلتها ما لقيتش ان يعني لقيت ان دي انسب حاجه فعلا ليا ان انا ادخلها. هي كليه حلوه وكمان بتديك افاق واسعه، يعني تقدر تشتغل مع شركات كبيره وتقدر يعني توصل ان انت تعمل عقود ما بين شركات دوليه. الموضوع مش سهل. هي اختيار بابا برضو بصراحه. طب هو وانت صغيره مين اللي كان بيجي معاك التمرين اكتر، بابا ولا ماما؟ والله الاثنين كانوا بيتعبوا معايا يعني بيجيبوا اخرهم معايا. بس يعني نوع ماما كانت بتيجي معاك اكتر، بس هو بابا عشان حبيبي البنت، فاحنا بنقول الاثنين. يعني اديتي بابا درجه عاليه شويه. لا 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 يعني كانت ماما بتيجي معاكي اكتر. عشان بابا بيبقى في الشغل طبعا. الشغل دي بس ساعات كتير لو ماما عندها تعبانه او كده بابا بيكون موجود. بابا مش شغل على التمرين معايا. طيب يعني في الماتشات لما بتخلصي الماتش وتكسبي زي الماتش اللي حصل في بطوله العالم وكسبته تركيا واخدتي تالت، اول تليفون عملتيه لمين، بابا ولا ماما؟ ما هم بيبقوا مع بعض، فانا بكلم حد. بتكلم واحد مين بقى؟ كلمت مين اعرف بقى؟ كلمت مين على تليفونه؟ بابا، عشان بابا بيرد على طول. بابا ايوه شفتي بقى؟ ايوه كده قولي لي. عشان هو بيرد على طول. هو مش بس كده؟ طيب خلاص ماشي هصدقك المره دي. طيب وهم بيبقوا متابعين المباراه لو متزعل؟ طبعا بيصحوا معايا لو فرقت قوي. تصحى من الفجر تقعد تقرا قران تدعي لك وتدعي ولازم بقى طقوس كده واحنا مسافرين بلح عليه قران يعني بيحرس. هما برضو عندهم مبدا اللي احنا نعمل كل اللي علينا واي حاجه حصلت تبقى خارجه عن ايدينا بقى. يعني المبدا ده في حد ذاته ده مبدا نجاح، ان انت بتعمل عليك وتتوكل على الله واللي يجيبه ربنا بيبقى خير. وده اكيد طبعا بتبقى حاجه كويسه. حتى كابتن ابراهيم دايما بيقول لنا هي بطوله العالم دي ارزاق. هي ارزاق، ممكن تقعدي تفحتي نفسك طول السنه وفي الاخر هو رزق. فانت عليكي ايه؟ عليكي انك تشتغلي النتيجة دي خلاص. ودايما حتى لو حصل اي دروب في اي بطولة كنتيجة، بس احنا كأداء احنا حلوين هو بيبقى مبسوط. لو كسبنا وأدائنا وحش يتضايق. طيب ايه اللي بتحبيه جنب الكاراتيه؟ يعني بحب ارسم، بحب ميوزك شوية، ارسم واطبخ. ترسمي وتطبخي؟
يعني رسم ايه؟ هل بتحبي ترسمي حاجات طبيعيه، رسم اشخاص يعني؟ لا، هو حاجه اسمها سولبات، شويه بالشادو كده، ظل. الشادو، القلم الرصاص. قلم رصاص، قلم الفحم ده تحبي تعرفي ترسمي بيه كويس؟ لو كان بحب. عرفت الموضوع ده بدري كنت طلعت فاصل وخدت ترسمي حاجه بسرعه. لا لو كنت اعرف الموضوع بس بقى الحقوقه رمضان جاي اهو عندنا بقى يعني بتظهر فيها المواهب. طيب والطبخ بتطبخي ايه كويس؟ بقى ايه الاكلات اللي بتحبيها وبتعرفي تطبخيها كويس؟ جمبري. حلو، كويس. ازاي، مشوي ولا مقلي؟ قولي لي التفاصيل. لا، بالصوص كده مثلا، على النار، او مكرونه. كويس، ايه تاني؟ جمبري مع رز صياديه مثلا. طب حلو، فراخ مشويه برافو عليكي. يعني في بس الفرن. بتحبيها ولا؟ انا بحب اطبخ، بحب ادخل اعمل، انا بحب ده. طب والستيك اخباره ايه معاكي؟ لا، بعمل اي حاجه. بتعملي اي حاجه بس دول اللي بتحبيهم؟ بحب بيكون في كده حته ايه، وبرده ببقى اللي هو عايزه اطلعها احلى حاجه. لا ده احنا بصي بقى، احنا عرفنا مواهب كتير. احنا كده شكلنا ان شاء الله هنعمل يعني حلقه ونيجي بقى ونشوف الطبخ ده شكله ايه ونشوف الكلام ده كله. طيب يعني الحاجات دي يعني بتبقى اكيد كل واحد بيبقى ليه امنيه. احنا طبعا قبل ما نختم حلقتنا معاكي، اكيد كل واحد بيبقى ليه امنيه في حياته عايش عايز يحققها ونفسه انه يحقق. انت وصلتي خدتي ميداليه في توت عالم، وتهيألي دي حاجه ومش مره يعني، الحمد لله مرتين دلوقتي، وان شاء الله البطوله اللي جايه انتوا قريبين جدا برضو تجيبوا ميداليه وان شاء الله توصلوا فاينل. فانت وصلتي للتوب صغيره، ايه طموحاتك؟ عايزه ايه في كام سنه اللي جايه؟ والله انا السنه الجايه عندي اللي هي اللي جايه دي السيزون بتاع الجماعي اللي انا قلته لحضرتك، وفي فردي. انا تحت 21. بس دي في اسبانيا ودي في ايطاليا. فانا والله هدفي ان شاء الله العب بطولة العالم فردي وجماعي، وان شاء الله ربنا يكرمني يا رب واوصل للذهب في الاثنين ان شاء الله. ده حلم مش بعيد، احنا اتكلمنا لو تفتكري من سنه ونص وكنا بنتقابل وكنت ضيفتنا بشكل مستمر انت وايه، واتكلمنا عن امال واتحققت. يعني احنا كنا بنتكلم عن بطولة العالم اللي انتوا خدتوا فيها ميداليه واتحققت، واللي جاي دي واللي جاي بنتكلم اهو ان شاء الله باذن الله. هي تبقى في شهر كام؟ 11. ده لسه متأخر قوي يعني، ده لسه سنة كاملة سنة. عندك وقت تتمرني بشكل كبير جدا جدا. بالزبط. طيب شايفة الكاراتيه في النادي الأهلي يعني بيتطور وبيكبر؟ أكيد، أصلا خطوة حلوة قوي موضوع العقود. في 10 لعيبة تقريبا تعمل لهم كل سنة. دي خطوة حلوة قوي بالنسبة للاعبين. بتعمل لك عقد؟ لا لسه، هو بيبقى مع بداية السنة. بعد السنة هيتعمل لك مثلا، كلموا معاكي في حاجة بتاع ولا لسه؟ لا إن شاء الله يعني لما على نهايه السنه كده لما نيجي نبدا العقد الجديد ساعتها ان شاء الله تعملي العقد. بيحصل ده ان شاء الله، إن شاء الله يعني. ونحتفل بالعقد معاكي باذن الله ان شاء الله. نهى طبعا بشكرك، نورتيني وشرفتيني. انا بشكر حضرتك والله، كل مره حضرتك بتحفزنا ونكون موجودين مع حضرتك والله ده شرف لينا. بس الشرف ليا وانتوا الابطال، والترابيزه دي ترابيزه الابطال، وان شاء الله تحققوا اللي انتوا عايزينه ونبقى فخورين بيكم ودايما مطولين راسنا في كل حته بالنتائج اللي بتعملوها وبالاداء وبالشخصيه الجميله والشخصيات الجميله اللي بتقعد معايا. بشكرك يا ربنا يخليك. شكرا اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا مع نهى عزب نجمه طبعا الكاراتيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر، وبكرر تاني فازت مع زميلتها ببرونز بطوله العالم اللي فاتت. اكيد كانت حلقه انا استمتعت بيها على المستوى الشخصي. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.